بونسوار اتوس او بونجور اتوس على حسب توقيت كل بلد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم مسيو هاني عايش منكم اتعلم اللغه الفرنسيه على اليوتيوب. كنت للاسف الفتره اللي فاتت دي ما كنتش بنزل فيها فيديوهات كتير غصب عني، علشان كنت مضغوط شويه. فالحمد لله الدنيا دلوقتي بقت متاحه شويه في الوقت، وهنزل فيديوهات ان شاء الله في باستمرار طول الفتره اللي جايه. النهارده هنكمل سلسله تصريفات الافعال في اللغه الفرنسيه. النهارده معنا فيرب جديد وهو فيرب ديسيني. ديسيني، هنلاحظ ان حرف الاو هنا بيتنطق ايه، ليه بقى؟ علشان جاي بعديه اتنين كونسون اللي هم حرف الدبل اس. طالما الاو جاي بعديها اتنين كونسون يعني اتنين ساكنين، لازم يتنطق ايه، ديسيني، ودي معناها يرسم. فيرب برومي جروب، مجموعه اولى. تصريف الفيرب ده بيكون بحذف الاو ار، ونضيف هنا مع جو او مع تي او اس مع الايل والال والان او مع النو او ان اس مع الفو او زد ومع الى فيكاس لا فيكاس او ان تي. ونيجي لنطق الفيرب، جو ديسين، انا ارسم، تو ديسين، انت ترسم، il ديسين هو يرسم، ال ديسين هي ترسم، اون ديسين نحن نرسم، نو ديسينو نحن نرسم، فو ديسيني انتم ترسمون، il ديسين هم يرسموا، ال ديسين هم يرسموا للبنات. واكزامبل على فيرب ديسيني ممكن نقول مثلا جو ديسين أنا أغبغ، أنا أرسم شجرة. هستأذن كل واحد فيكم يكتب لي جملة على فيرب ديسيني، كل واحد يقول أنا برسم كذا أو إحنا بنرسم كذا أو أنت ترسم كذا هو بيرسم كذا. هنتظر منكم الجملة في الكومنتير، منتظرين إن شاء الله غدا في فيديو جديد مع فيرب جديد من أفعال اللغة الفرنسية. كان معكم مسيو هاني عياش، أو فوار تو الموند.